السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عزيز من فيزيون تكنولوجي. كما وعدناكم بعد ما درنا وشرحنا لكم طريقة تعيين حالة المصنع للآيفون، اللي ما شافش هذا الفيديو ممكن أن يشوفها في هذا الرابط اللي غيبان الفوق على الشاشة. مباشرة غندوزو على المراحل الأولى لتشغيل آيفون ديالنا من بعد عملية تعيين حالة المصنع. مباشرة ندوزو للتطبيق. أول حاجة قلنا روسكي بورتوغيز إيطاليا دوج فرنسي، تيعطينا نختاروا الدول اللغه ديال الايفون ديالنا، نختاروا الفرنسيه بريسيدون، موراها اوتر باي ريجيون، تيعطينا نختاروا الدوله، نختاروا المغرب. تنطلع ثلاثه الصبع من تحت للفوق باش ماسيدوان ماكاو لوكسمبورغ ماداغ ماليزيا مالاوي مالدي مالي مالت ماروك ماروك، نختاروها عاوتاني بدوبل كليك. هنا تعطينا si vous avez un iPhone ou un iPad doté d'iOS 11 ou ultérieur, approchez-le pour lancer la configuration automatique. هنا تعطينا الامكانيه ديال الى عندنا ايفون اخر في الاي او اس 11 فما فوق، ممكن نقربوا من هذا الايفون واوتوماتيكمون غتتم العمليه بين الايفونين، وغادي ياخذ الايفون الجديد المعلومات من الايفون القديم، الحاجه اللي غادي تمكننا ان ندوزوا هذه المراحل بسرعه اكبر. ولكن حنا غادي نديروها يدويا وغنمشيو كونفيغوري مانيوالمون بريسيدون ندوزو شنو يعطينا سيليكسيوني لي كلافيي، لوحه المفاتيح سيليكسيوني ديجا فرنسيه، نخليوها فرنسي، نسيليكسيوني حتى العربيه، تنبغي نخدمو حتى بالعربيه. الفوق على اليمن كاينه سويفون، هنا تيعطيني نطلب، تيطلب مني اني ندخل ان ريزو واي فاي، غادي ندخلو دابا وغادي نكملوا العمليه. كما قلت لكم انا دخلت دابا الكود او الرقم السري الواي فاي ديالي، تعطيني الفوق على اليمن سويفون ونديرو سويفون. بوتون دو روتور ان كور بريسيدون بي ماجوسكول ان كور لاكتيفاسيون دو فوتر ايفون بو بروندر بليزيور مينوت. هنا تيدور العمليه ديال تفعيل الايفون، تقول لنا بلي تاخذ بعض الدقائق، حنا غنسينوه. ال ماجوسكول ان كور لاكتيفاسيون دو فوتر ايفون بو بروندر بليزيور بريسيدون. ها هو داز هاد العمليه، شنو عطي لهنا؟ دوني كونفيدونسياليتي كونتينوي، عطينا توت لي فونكسيوناليتي نو سون با كونسيرني كار ابل نو كوليكت سي دوني. تعطينا بعض المعلومات على المعلومات اللي تاخذ شركه ابل من الهاتف ديالنا، حنا غادي نديرو Continuer. Précédent. L'iPhone peut reconnaître les traits uniques et tridimensionnels de toute face ID et confidentiel. Continuer. Configurer plus tard. تعطينا باش نكتيفيو خاصية التعرف على الوجه، حنا ما غاديش نديروها دابا، حنا الهم ديالنا هو ان نشغلوا الايفون ديالنا لاول مرة. غنديروا كونفيغوري بلو تار. تعطينا عاوتاني من بعد خاصية التعرف على الوجه الكود. اوبسيون سوبليمونتير، حنا غادي نبركو على اوبسيون سوبليمونتير. عندنا فيها كود الفا نوميريك، كود ا 4 كود نوميريك بير كود نو باس انو نو باس يوتيليزي دو كود، نو با يوتيليزي دو كود، غادي ندير اوكي، ما بغيتش نستعمل الكود. il est vivement recommandé ne pas utiliser de code. تاكدوا علينا شركه ابل ان خاصنا نديرو الكود باش نحميو الايفون ديالنا، ولكن حنا دابا بغينا غير نديماريو، عاد من بعد نشوفو شنو بغينا نديرو بالايفون ديالنا. ne pas utiliser ne pas utiliser de code précédent restaurer à partir d'iCloud. هنا تعطينا الاختيارات واش بغينا نريستوريو الايفون ديالنا من اي كلاود الا كانت عندنا نسخه في الاي كلاود، من اي تونز الا كانت عندنا النسخه مثبته على الكمبيوتر ديالنا، كوم نوفيل ايفون migrer des données depuis endroit او migrer des données depuis endroit. هذه الخاصيه غندير عليها واحد التسجيل خاص، لان هي خاصية رائعة اللي تتمكننا من أننا نهزو مجموعة من المعلومات والبيانات من أندرويد للآيفون بالنسبة للناس اللي تتحولوا من أندرويد للآيفون. حنا دابا غنديرو كوم نوفيل آيفون كهاتف جديد، كوم بريسيدون بوتون دو روتور إيدم إيميل vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas d'identifiant. هنا تيطلب لنا باش ندخلو الأبل آي دي الخاص بنا، أنا غادي ندير
Vous êtes بالله ما précédent. عنديش Nouvelle identité. Configurer plus tard. configure Bouton. configurer plus tard En-tête. يعني ما بغيتش ندخل Avertissement. هاد Voulez-vous vraiment ne pas ne pas utiliser utiliser ما بغيتش Bouton. نستعمل هاد précédent الايدنتيفيون ابل Bouton de retour. Accepter. تيعطينا هنا Bouton. الكونترا الخاصه او العقد الخاص بشركه ابل اللي شخصيا ما تنقراش ان اي واحد ما تيقراه غنديروا موافق اكسبتي لتحت على اليمين هنا عطينا ريغلاج اكسبريس utiliser les réglages ci-dessus autoriser pleines et d'autres apps et services comme localiser mon iPhone هنا تيعطينا باش ناكتيفيو خاصيه التعرف على موقع الايفون بالطبع غنديروا موافق وندوز maintenir votre iPhone à jour هنا تيعطينا الامكانيه ديال انه الا بغينا الايفون ديالنا يبقى يدير تحيين او لا ميزا جور للفيرسيون ديال اي او اس مباشره بلا ما يطلب الاذن ديالنا او تنطلبوا منه حنا تيطلب الاذن ديالنا عاد ندير هاد لا ميزا جور حنا نديرو انستالي مانيوالمون يعني انا نبغي تنبغي انا انستالي الفيرسيون او اصدار الجديد الاي او اس عاد نديرو يدويا ندير انستالي manuellement contacter sur tous vos appareils via هذا التشغيل ابل اي دي ما غاديش نديروه غنديرو كونتينيو précédent bouton de obtenir un rapport hebdomadaire fournissant des statistiques sur votre هذه الخاصيه هي خاصيه زادتها شركه ابل في الاصدار الاخير اللي هو الاي او اس 12 الاصدار الثاني عشر اللي تعطينا امكانيه التعرف على التطبيقات اللي تاخذ لنا الوقت اكثر في الاستعمال هذه هي ان شاء الله غنديروا عليها فيديو خاص بها حنا نديرو كونتينيو حالا فهاد الاختيار تعطينا واش بغينا نشاركو المعلومات ديالنا مع مطوري التطبيقات اللي تكونوا محملينها انا شخصيا هنا تندير بارتاجي لان هاد المساله تقدر تفيد المطورين باش يحسنوا من الاداء ديال التطبيقات ديالهم هاد الاختيار تعطينا باش يبقى الايفون او شاشه الايفون تغير الاضاءه ديالها حسب الاضاءه ديال اللي حنا تنكونوا متواجدين فيها حتى هي بالطبع ندير كونتينيو هنا زوم دو ليكرون تعطينا جوج اختيارات باش نختار في الشاشه ديالي اما ان يكون عندي الشاشه تتبين لي التطبيقات بشكل عادي او بشكل مكبر غنشوفوها دابا هذه الشكل العادي اغراندي كبيره حنا غادي نديرو نورمال وندير سويفون الفوق على اليمين بوتون pour aller à l'accueil lorsque VoiceOver est activé Faites glisser un doigt de base en haut sur l'écran jusqu'à ressentir la première vibration. هاد المراحل الاخيره هي خاصه بالمستعملين ديال فويس اوفر لان هاد الايفونات الجديده جات بالجديد انهم حيدوا البوطون برينسيبال وجاوا جديد بالحركات الايمائيه اللي عوضات مجموعه ديال الازرار وهنا تعطينا واحد الشرح مبسط على هذا الجديد اللي جا به الايفون اكس ار فما فوق حنا نديرو كونتينيو pour afficher le sélecteur d'app lorsque VoiceOver est هنا تعطينا عاوتاني هذا الشرح دائما في اطار الشرح الحركه الجديده غنديروا عاوتاني كونتينيو بعد نشرحوها بالتفصيل بيانفينو سور لايفون حنا بالنسبه للايفون الجديد ديالنا اكس ار فما فوق غنطلعوا من التحت للفوق للمستعمل الفويس اوفر وبالنسبه للاصدارات السابقه غيبركوا على البوطون برينسيبال دابا افيرتيسمون باز بان لوجين دو يو وانت انستال بوطون Averti profil téléchar installer ce profil t ok ok bouton lens كما تلاحظوا معنا التطبيقات ها هما كاملين غيبدا يتشارجاو مباشره من بعد ان ما تشتغل الايفون ومن هنا عاد نقدروا نديروا كل ما بغينا بالايفون ديالنا هذا التسجيل فقط كان باش نشرحوا المراحل الاولى لان كاين بعض الناس اللي كانت تبلوكاو في هذه المراحل بحيث اما انه خاصو تيقول انا خصني ضروري ما ندير كود الوغ انا على انه شفتوا كيما شفتوا معايا ماشي ضروري نديرو كود على انه ضروري ندخلو يكون عندنا كونت ابل اي دي ماشي ضروري يكون عندنا كونت ابل اي دي بحيث ان الايفون ممكن نشعلوه بلا لا كارت بلا بدون شريحه فقط اننا نكونكتيو مع الويفي ونتبعوا المراحل بهذه البساطه وبهذه الطريقه تنكونوا شغلنا الايفون ديالنا لاول مره وفي الدروس المقبله باذن الله غادي نشرحوا الجديد والتطبيقات ديال هذا الايفون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.